أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صور المجلات والجرائد داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ إذا صارت الصورة معلقة أو محترمة فلا تدخل الملائكة، أما إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة ولا يلتفت إليها وإنما هي ملقاة على الأرض أو في مكان ممتهن، فهذا لا يمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. نعم.